مرحبا بكل من يتابع هذه الفقرة الفنية. صفي الدين محمود منتج فيلمي نوارة وحارجة في صيفا هو ضيف هذه الفقرة الفنية. مرحبا صفي الدين. أهلا وسهلا. تعرف أول فضول بالنسبة إلي، يعني لأول سؤال، لما بدي جيب سيرة فيلم مثل نوارة، لما طلعت هالة خليل مخرجة الفيلم وقالت إنه هي تعبت أول شيء في البداية لتلاقي إنتاج لهذا الفيلم، وبعدين التقت فيك وأنتجته، هذا النوع من الأفلام الجميلة جدا، الأفلام المتكاملة خلينا نقول، ليش بلاقي صعوبة بالإنتاج من وجهة نظرك كمنتج؟ يمكن الناس بتخاف، يعني في قوالب مضمونة المنتجين بيضمنوا في نوعية معينة من الأفلام ما بيبقاش عليها خلاف. الفيلم اللي يثير جدل المنتجين دايما بيخافوا منه. انا شخصيا او شركه ريد ستار شايفه ان الفيلم اللي يثير جدل هو ده الفيلم اللي مطلوب، وهو ده اللي مطلوب من الفيلم، انه يثير جدل، انه ناس تزعل شويه وناس تفرح شويه، يحصل نقاش حوالين الفيلم، يمكن دوت اللي يطور الموضوع. لكن اللعب جوه قالب متعارف عليه او مضمون تجاريا او انتاجيا، ده ممكن يكون مش طموحاتنا. عشان كده خدنا القرار بإنتاج فيلم نوارة. وعايز بس أقول معلومة، إن زمن قرار إنتاج فيلم نوارة هو زمن قراءة السيناريو. سيناريو بديع صادق جدا. صحيح. أنا كراجل بشتغل في السينما بقالي شوية سنين كويسة، حوالي 15 سنة، يعتبر بالنسبة لي من أروع السيناريوهات اللي نقري. صحيح. يعني ما فيش حسابات تخليني ما بقاش واقف جنب فيلم زي ده، وما بقاش فخور ان انا بعمل فيلم زي ده. ورأيي الشخصي ان الجمهور هيستجيب لما يلاقي جودة. يعني احنا عندنا سيناريو حلو، لو تم تنفيذه بنفس الجودة بحرفية، لو تم اختيار عناصر جيدة لتنفيذه، الجمهور هيستجيب ده. صحيح. ايا كان الموضوع اللي بيتكلم فيه. صفي الدين، بالفترة الأخيرة هناك مجموعة كبيرة من الأفلام بتجيب إيرادات كتير عالية، يمكن أنا وأنت ما كتير منتفق معها كفكر أو الشيء اللي هي عم نقدمه. أنا بفهم أنه السينما متعة في الدرجة الأولى، ولكن كمان لازم تطلع أحياناً بأسئلة أو تطلع بشيء يحرك لك أفكارك على الأقل. بيخذ لك أحياناً أنك كمنتج يعني ضخ الكثير من المال في فيلم أنت بتؤمن فيه، ولكن الجمهور خذلك فيه يعني كحضور. مش عارف، أنا عايز أقول جملة بس، يعني مفيش فيلم بيخسر. ممكن الفيلم ممكن نوارة ما يحققش إيرادات عند الجمهور، بس ممكن بعد 5 سنين نوارة ده يبقى فيلم مهم جدا بالنسبة للناس. في أفلام كتير المنتجين بتاعوها يعني ماتوا مفلسين بسبب انتاجهم للفيلم، بس الفيلم عايش. الناصر صلاح الدين خرب بيت منتجه، بس لغايه النهارده لما بيجي الناصر صلاح الدين في التلفزيون الناس بتثبت قدامه. لغايه النهارده الناصر صلاح الدين بيجيب فلوس لمنتجيه، فهو ما فيش فيلم بيخلص. هو هي الفكره في المكسب السريع. انا عايز شباك تذاكر زحمه، ولا عايز ممكن، على فكره في افلام كتير عملت ايرادات ضخمه جدا بس بعد 6 شهور من الفيلم ماتت. الفيلم خلص. صحيح. حتى لما بيجي على التلفزيون الناس مش مهتمه، بس في افلام مهما عاشت من سنين بتيجي في التلفزيون الناس بتهتم جدا وتتفرج عليها مره واثنين وعشره، وكل مره بيقولوا ياه دول من اياميها بيتكلموا في الموضوع ده. ففكره ان الفيلم يعيش، انا رايي الشخصي ان هو ده المكسب المادي الحقيقي. الفيلم يعيش سنين طويله، كل سنه هيجيب فلوس. كتير قلال المنتجين اللي بيفكروا بطريقتك صفي الدين. يعني وفي الاخر ما فيش حد يفكر زي حد، ده المؤكد. ممكن اكون انا غلط وهم صح، 90% هم صح وانا غلط، بس ده اللي انا فكرت فيه، او ده اللي شركه ريد ستار فكرت فيه، اننا هنلعب بره القالب، مش عايزين نلعب جوه القالب. جوه القالب الناس كلها بتلعب فيه، في ناس بتعمل تجارب. يعني فكره، يعني لو مسكنا مثل فيلم شريف البنداري حرجة في صيف، فيلم روائي قصير اكيد مش هيجيب فلوس، بس انا وانا بشتغل على فيلم حرجة في صيف، انا باصص على طريقتي في البرودكشن بتاعت الفيلم هستفيد منها ايه. هستفيد ان كل المخرجين الموجودين في السوق شايفين طريقه انتاج الفيلم القصير، واننا بنشتغل عليه بشكل جدي جدا.
ده حقق لي حاجة مهمة جدا، إن كل المخرجين الكويسين اللي أنا بستهدفهم بقوا مستهدفين الشركة عايزين يشتغلوا معاها. ده فلوس صحيح، ده مش ببلاش. صحيح. إن أنا أقنع مخرج كبير إنه يجيلي لازم أكون بقدم حاجة يشوفها فبالتالي يجيلي. فهي الفكرة كده، الموضوع يعني المكسب المادي موجود طول الوقت، بس إزاي وإمتى هي دي الفكرة. خليكم بصين لبعض كده. أيوة، أنا مستنيه اليوم ده عشان حاجتين، الفستان والصور. هتجوز أنا يعني إزاي من غير ما تصور؟ فستان إيه وصور إيه؟ راجل عنده مع الدكتور. سلامتك دكتور إيه؟ دكتور أورام. سرطان يعني؟ أبويا راخر ما بالسرطان. أنواع فيلم مثل أو بقيمة فيلم نوارة، أنا على الصعيد الشخصي بعتبر وقلت أنه أنا آخر 10 سنين أو أكثر ما شفت فيلم مصري بهي القيمة، يعني على كافة الصعد. يعني هو عمل أنا بالنسبة إلي متكامل بالفعل، من زمان ما مرق هيك بالسينما المصرية. قديه بيتعب المنتج ليلاقي هذا النوع من الأعمال؟ وعلى أي أساس أصلاً بتقرر تختار الفيلم؟ هل السيناريو هو أول محرض لك، أو هو أول شيء بلقطك، ولا العناصر بأكملها؟ طبعاً السيناريو أصل الأشياء، طبعاً تظل في الآخر الورق هو أصل الأشياء. الورق هو اللي نقدر نطور فيه، نقدر نحقق له العناصر اللازمة ليه، بالإضافة لاختيار بقية العناصر. في المنورة كانت الصعوبات اللي عندي الحقيقية فيه إن الفيلم بطولة منة شلبي اسمه نوارة. طيب أنا عايز أجيب أسامة بيه، وعايز أجيب عم عبدالله البواب، وعايز أجيب توحة، اللي هي مشاهد صغيرة. فإزاي تقنع نجم كبير زي محمود حميدة إنه يقف جنب فيلم زي ده؟ إزاي تقنع نجم كبير زي أحمد راتب؟ إزاي مدام رجاء حسين توافق إن يكون وجودها في الفيلم لا يزيد عن 10 دقايق؟ صحيح. هي دي اللي تبقى صعوبة، إن أنت في الآخر عايزة تحققي في كل عنصر الأفضل شيء ليه ببادجت معقول. يعني برضو دي مشكلة، اللي بيساعدني في ده فعليا مفيش حاجة غير السيناريو والمخرج. يعني في الآخر بقول للمخرج ابعت سيناريو أستاذ محمود، لما الأستاذ محمود ريقه يجري على الشخصية أو ريقه يجري على التجربة أنا أبدأ أتفاوض معه كمونتنج. بس أنا قال لي امبارح محمود حميدة، قال لي أنا ما عندي أبداً مشكلة بمساحة الدور بقدر ما بيكون في عندي مشكلة بالدور يلي أنا بدي أديه. طبعاً أستاذ محمود حميدة نموذج فريد بجد، ومش بقول كده علشان هو عامل معك كده، بس فعلاً نموذج فريد، نموذج في الالتزام. أنا اشتغلت مساعد مخرج 15 سنة في حياتي، تعاملت مع كل نجوم مصر تقريباً، يعني كلهم بأمانة شديدة. الراجل ده سبورت بشكل غير طبيعي، نموذج في الالتزام، داعم لكل صغير، بالتحديد الصغير، يعني بالتحديد الصغير، وبدوس عادي كتير. أي حد بيطلع هو فعلاً اللي ماسكه بالإيد. فالروح دي لما اتخلقت جوه اللوكيشن قدرنا أننا نشوف فيلم أنا شخصياً فخور بيه، وفخور بكل اللي شاركوا. أنا كمان فخورة بالفيلم الحقيقة صفية الدين، فخورة أيضاً كمان بتجربة شريف البندري. الفيلم كمان كان ربما قصير، بس كمان بخليك تعرف لقدام أنه إذا بده يكون في عنده هو تجربة لفيلم روائي طويل رح يكون بنفس القيمة. شكراً لوجود هيك ناس مثلك بالوسط الفني المصري العربي. شكراً لوجودك بسكاي نيوز عربية. أشكرك.